أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دكتورة مريم الجلاهما أعلنت أن الهيئة صرحت بدخول أكثر من ألفين جهاز طبي إلى المملكة منذ يناير الماضي وحتى الشهر الجاري بقيمة إجمالية قاربت عشرة ملايين دينار بحريني. وأشارت الجلهمة إلى أن القطاع الصحي المحلي استورد 6500 شحنة من المواد الصيدلانية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت القطاعين الحكومي والخاص فيما تدرس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطبيق نظام إلكتروني للإفصاح عن شحنة الأدوية بالبحرين توافقا مع رؤية الحكومة الإلكترونية 2030 ليتسنى للهيئة إعداد الإحصائيات الدقيقة للكميات المستوردة للقطاع الطبي المحلي